مرحبتين ومرحبا. صينية فراخ بالبطاطس في الفرن بطريقة جديدة على كيف كيفك. يلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. يلا بينا. هتصلي على النبي بقى وتجيب فرخة كده وسط حجمها وسط، كيلو ونص تقريبا، وهتقسمها نصين زي ما انت شايف كده. والناس بقى اللي سألتني ازاي اشرح الفرخة للشاوي او لصينية البطاطس دي مهمة برضه الحتة دي. هتيجي عند الفخذ كده تكسر العظمة وتفتحها، والصدر زي ما انت شايف كده واحدة واحدة هتخلصه معاك بحيث انه يتفرد. وعند الورك من الناحية التانية حرف اكس كده، وعند الجناح برضه تكسره بحيث انها تتفرد معاك. هذا التاني النص التاني اهو عشان اللي ما شافش يشوف. الصدر زي ما انت شايف كده بتسحبه واحدة واحدة بيبتدي يتفصل معاك، وهذا من عند الورك تشريح حرف اكس كده. التتبيله بقى احط ربع كوبايه زيت زيتون، ربع كوبايه زيت نباتي، خمس فصوص ثوم، ربع معلقه فلفل اسود، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه كزبره، نص معلقه ملح، نص معلقه كاتشب، ومعلقه صلصه، ونص معلقه دبس رمان، وحوالي معلقه مسترد. هقلب الكلام ده كله بالهاند بلندر او في الخلاط مع بعضه. ما تنساش ليمونه متقطعه اربع تربع كده تضربها بحيث يبقى القوام معاك كده. هتجيب الفرخه بتاعتك تنزل عليها بكميه صغيره من التتبيله كده وتدعكها فيها كويس، وتتاكد ان التتبيله وصلت لكل حته، وتقلبها على الناحيه التانيه برضو تعمل نفس الكلام، وتجيب النص التاني وتسيب ربع التتبيله كده على جنب. هقول لك هنعمل بيه ايه كمان شويه. فراخ تقعد في التتبيله حوالي ساعتين على الاقل في التلاجة. هجيب كيلو بطاطس واقطعه بالشكل اللي انت شايفه ده كده، ومعايا بصلايه برضو متوسطه يعني الى كبيره هقطعها بالشكل اللي انت شايفه ده. وهجيب ربع التتبيله اللي فاضيه اللي فاضله معايا، وهنزل بيها على الخليط ده، واحط شويه ملح كمان، وهقلب واحط نص كوبايه ميه مع الخليط ده عشان الفرخه تاخد سواها كامل وما تتلسعش مني في الفرن او تتحرق او اي حاجه. هفرش البطاطس والبصل في الصينيه زي ما انت شايف كده على ورقه زبده، وهنزل بالفراخ وهغلفه بورقه زبده من فوق زي ما انت شايف، وفي الاخر هحط عليه ورق فويل واكتمه كويس بحيث ان البخار كله يفضل جوه بحيث ان التسويه تطلع دايبه. وهدخلها معايا فرن مسخن مسبقا بقى على الرف اللي تحت كده، الحراره من فوق ومن تحت على درجه حراره 200 لمده ساعه. بعد الساعه ما بتعدي بقى ببتدي اطلع الفراخ واشيل من عليها الفويل كله، واشوف السوا بتاعها عامل ايه. زي ما انت شايف كده الفراخ معاك دايبه تماما. بعد ما كشفت الفويل بقى هبتدي ادخلها على الرف اللي فوق تحت الشوايه كده بحيث ان هي تتحمر وتاخد وش ذهبي كده زي ما انت شايف شكلها ما شاء الله يعني سهف. قرب يا حمدي قرب قرب، بص على التفاصيل. رز بقى بالمكسرات كده بالخلطه ولا احلى. بص بقى معايا الفراخ كده يا عيني. بص انا في ده ازود مكسرات، بس دي مش عايزه مكسرات، دي عايزه شويه خضره كده سلطه جنب منها كده، فاهم؟ تدي رونق للموضوع الالوان دي. احلى صينيه فراخ مشويه على كيف كيفك. مرحبتين ومرحبا.